بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم نخرج تضامنا مع أخواتنا في ليبيا، عائلات ضحايا سجن المسلم، كذلك النشطاء السياسيين في ليبيا، وما يحدث الآن في ليبيا من خلق فوضى حتى يستمر النظام. وزي ما تشوفوا ان نحن اليوم نعرضوا. السلام عليكم.